شن تنظيم الدولة فجر اليوم هجوماً واسعاً من 3 محاور على مواقع قوات سوريا الديمقراطية بهدف فك الحصار عن مدينة منبج بريف حلب الشرقي. ودارت المواجهات بين التنظيم وقوات سوريا الديمقراطية على محاور نهر الساجور شمال مدينة منبج وقرى قرعة الكبيرة وقرعة الصغيرة وعوسجي جنوبها وقريتي أم عدسة ودندنة غربها، أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الطرفين. كما شنت طائرات التحالف الدولي غارات جوية عدة على مواقع التنظيم للمساعدة في صد الهجوم على مواقع حلفائها على الأرض. ولمزيد من التفاصيل عن الوضع في منبج ينضم إلينا عبد المنعم العبد رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس أمناء الثورة. يعني سيد عبد المنعم، لو تضعنا في صورة الوضع في منبج ومحيطها. نعم سيدتي، كان هناك فجر اليوم هجوم لتنظيم داعش على 3 محاور لمدينة منبج. المحور الأول كان شمال المدينة وهو من طرف العوسجلي، عفوا الساجور، نهر الساجور. هناك قرية التشات وقرية قرية الماصي. ومن طرف الغربي كان هناك هجوم أيضا للتنظيم من محور قرية أم عدسة. نعم. ومن طرف الجنوبي كان من قرية النعيمية وقرية طوق الخليل وقرية العوسجلي. وأيضا شن التنظيم عدة هجومات من نعم. داخل المدينة. يعني أين تتركز المواجهات بين تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية في منبج؟ وهل لديك معلومات حول نتائج الهجوم الأخير؟ هناك وردنا عدة معلومات عن هجوم التنظيم على قوات قسد من الجهة الغربية. كان هناك ضحايا بين الطرفين، والهجوم الأخير كان أيضا من الطرف الشمالي من طرف نهر الساجور. كان هناك أيضا كان هناك عدة هجومات آخرها كان ظهيرة اليوم. نعم. أما من داخل المدينة كان هناك قصف للتحالف على محور مشفى المدينة، لأنه كان هناك هجوم من قبل التنظيم باتجاه مشفى الوطني، إلا أن قوات قسد كانت مسيطرة على الوضع تماما وصدت الهجوم بشكل طبيعي. يعني سيد عبد المنعم، طيب هل لديك معلومات حول نتائج الهجوم الأخير؟ كمعلومات دقيقة 100% لا توجد هناك معلومات، لكن المعلومات الأولية تشير إلى أن كان في عدة قتلى بين الطرفين، لكن لم نعلم عدد القتلى بينهم. يعني نعم. طيب كيف يبدو الوضع الإنساني في المدينة؟ الوضع الإنساني في المدينة مزري جدا ووضع سيء جدا. بالنسبة للمدنيين، هناك ضحايا مدنيين أغلبهم تحت الأنقاض، لا أحد يستطيع انتشالهم، وذلك منذ أكثر من 10 أيام. وحاليا داخل المدينة هناك نزوحات كثيرة من المدنيين باتجاه مركز المدينة وفي الأسواق وفي المحلات التجارية وفي الحدائق أيضا. وتنظيم داعش يتحصن بمركز المدينة المربع الأمني وبالطرف الشمالي اللي موجود حاليا حي السرب، وبالإضافة إلى حي الشرقي اللي هو طريق الجزيرة. نعم، شكرا لك سيد عبد المنعم العبد رئيس اللجنة الإعلامية في مجلس أمناء الثورة.